السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. نصيحة، لو عندك جوز عصافير متوالف عادي جدا بياكل جنب بعضه، بيقف جنب بعضه، ممكن تشوفهم بيأكلوا بعض، ممكن تشوفهم عملية ان هم بيهرشوا لبعض، ديت كل دي علامات بتدل على التوالف. بس عندك مشكلة خطيرة ان هو ما بيحصلش بينهم تزاوج، يبقى احنا عندنا طيور متوالفة ولكن ما بيحصلش بينهم تزاوج، ما بيحصلش بينهم، ما بتشوفش الأنثى بتدخل العش باستمرار، ما بيحصلش علامات تدل على ان في يعني علامات كده تدل على اقتراب البيض، ان الأنثى تبيض. زي ما انت شايف كده، الجوز ده بقاله حوالي اسبوعين مع بعض، الاسبوعين مع بعض متوالفين ولكن الأنثى لغاية دلوقتي ما بيضتش وما حصلش بينهم، او انا ما شفتش ما بينهم تزاوج. طيب انا بعمل ايه مع الجوز اللي زي ده، او اي جوز عموما في بينهم توالف لكن ما فيش بينهم تزاوج؟ لازم اعمل حاجه من اتنين، يا الطريقه اللي هي بتاعت التوالف الاجباري، اخليهم يتوالفوا بشكل اجباري او يتزاوجوا يعني بشكل اجباري، وده اللي احنا بنعمله في قصه العزل. طيب انت بتعزل الطيور ازاي؟ يعني بتعزل الطيور ايه طريقة العزل، الذكر ولا الانثى؟ احنا بنعزل دايما، بنسيب الذكر في المكان اللي انت عايز يحصل فيه التزاوج، ومهم جدا ان المكان ما يكونش غريب عليه. لو المكان غريب عليه بتديله من اسبوع لاسبوعين حسب ما يتوالف على المكان ويألف المكان ويحس ان المكان ده بتاعه ويكون مهيمن عليه، بيتحرك فيه بدون خوف وما يشوفش الانثى. يعني مش معنى انه ما يشوفش، يعني اقصد ان هو تبقى بعيدة عنه، يعني تبقى بعيدة عنه في قفص تاني بنعزلها عنه، ممكن يبقى شايفها سمع صوتها مش مشكلة، ايا كان المتاح عندك، لان برضه انت ممكن ما يكونش عندك متاح ان انت تبقى في مكانين مختلفين. فلو في نفس المكان بس قفص تاني او عين تانية وتكون بعيدة شوية عنه ويكونوا شايفين بعض او سامعين بعض. والموضوع بيختلف من طير لطير، يعني ممكن الموضوع ياخد اسبوع، ياخد اسبوعين، ياخد ثلاثة، موضوع العزل. لكن اهم حاجة ان احنا نهتم بيها في التوقيت ده هو ان انت تدي محفزات طبيعية للذكر في التوقيت ده، وتدي للانثى حاجات تساعد على تكوين البيض، عنقود البيض، وحاجات تساعد على انها تتجهز لعملية البيض وتظبط موضوع الجهوزية الهرمونية بتاعتها. بندي ايه للذكر؟ بندي الجرجير، الجنزبيل، الفلفل الحامي، واي نوع من المحفزات الطبيعية اللي عندك. بتدي للانثى كالسيوم، مصدر كالسيوم، سواء دواء بقى، سواء اكلات فيها كالسيوم، وجبات فيها كالسيوم. طيب بتدي كمان، ممكن تديها الاوميجا 3، مهمه جدا، يا اما تجيب كبسولات الاوميجا 3 من الصيدليه البشري وتفضيها في الميه، يا اما تجيب ادويه شرب فيها الاوميجا 3، يا اما تجيب حاجات بيطريه. المهم اهم حاجتين عايزك تديهم للانثى في التوقيت ده هما الكالسيوم والاوميجا 3. طيب وبرضه تدي خص عشان خاطر من وقت للتاني، الخص للاتنين بقى محفز للتزاوج، لكن وقته الاهم هو لما تدخلهم لبعض. طيب اهم نقطة تانية بقى في موضوع العزل، احنا اتكلمنا على الشكل اللي هنعزل بيه، وان الذكر هو اللي يبقى في المكان والانثى هي اللي تتعزل، واتكلمنا على الحاجات اللي احنا بنديها لهم. لما بتيجي توقيت ان انت تدخل الانثى على الذكر، مهم جدا وما تستقلش بيه، يعني ما تستقلش بأهمية ان انت هتدخل الانثى على الذكر امتى. بتدخلها في توقيت الشقشقة، اللي هو الوقت اللي هو بيكون الصبح بدأ ينور فيه لسه بسيط، وده بسبب الحافز بتاع او النشاط العالي عند الذكور في التوقيت ده. خلاص، طيب لو انت عندك ازواج اخرى يبقى كان بها مفيش مشكلة، لو ما عندكش هتحتاج تشغل لهم برضو اصوات التزاوج او اصوات العصافير بتاعت البنجي على الموبايل جنبهم. يبقى النقطتين دول مهمين جدا، مهمين علشان خاطر عملية العزل تتم بشكل كويس. طيب لو حصل ان انت دخلت الانثى ولكن برضو يوم يومين ثلاثة وما بيحصلش تزاوج،
يبقى ترجع تاني تعمل القصة دي، بس المرة دي تطول المدة عن المدة اللي قبلها، وهكذا إلى أن يتم التزاوج. ده بنسميه تزاوج إجباري أو تولف إجباري، لأن أنت خلاص أنت عايز تجوز الأنثى دي للذكر ده. لكن لو ما حصلش توالف أو ما حصلش تزاوج ما بين عصافير معينة، وأنت ما عندكش مشكلة إن أنت تعكس الجوازات، أو عندك مثلا مطار كبير أو بتربي تربية جماعية، ساعتها بتسيب طبعا كل جوز يختار بعضه، كل ذكر يختار الأنثى اللي هو عايزها وهكذا. يبقى مهم جدا إن لو التوالف موجود ما بين الطيور ولكن ما بيحصلش تزاوج، إن أنت تكسر حالة الملل دي. يعني بقالك فترة، اصبر عليهم، اديهم وقتهم، اسبوعين، ثلاثة، اربعة، شهر، شهرين، كل ده عادي، ممكن يكون مسألة وقت بس وجهوزية. لكن الموضوع لو طول عن كده، اكسر حالة الملل دي بموضوع العزل، هتلاقي الدنيا هتظبط معاك بإذن الله. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيديو، لو اول مرة تشوفنا تشترك في القناة، ولو من المتابعين بتوع القناة ما تنساش اللايك والشير والتعليق بتاعك، واشوفك في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.